بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفقه يمان. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم واتصالاتكم عبر هذا البرنامج عبر الأرقام التي ستظهر على الشاشة لاحقا إن شاء الله تعالى، ويتفضل بالإجابة على أسئلتكم بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الخميسي، عضو هيئة علماء اليمن، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء. نرحب بك فضيلة الشيخ. حياكم الله. أهلا، حياك الله وأهلا وسهلا فيك. كبداية شيخ، وكما اعتدنا، نريد أن ننبه على بعض السلوكيات الخاطئة التي مثلا تقع أو يقع فيها بعض الناس أيضا، ربما من حيث يدري ومن حيث لا يدري. موضوع ضياع أوقات طويلة من قبل الناس، من قبل الشباب، من قبل أيضا النساء في الأسواق، خصوصا في ليالي شهر رمضان المبارك يخرج الكثير منهم إلى الأسواق، وكذلك بعض النساء، وظل طوال الليل وهو في الأسواق ربما بدون عذر حتى بعضهم إلى قبيل السحر. كيف تنظرون إلى هذا وتنبهون إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فرمضان أيامه ولياليه أيام وليالي مباركة فاضلة، يجب على المسلم أن يستغل هذه الأيام والليالي في طاعة الله تعالى والتنافس في فعل الخير وفعل الطاعات، لأن الله عز وجل بيّن فضل هذا الشهر المبارك بأنه أنزل فيه كتابه الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام حث المسلمين على اغتنام أوقات هذا الشهر، سواء كانت هذه الأوقات في النهار أو في الليل، فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن اغتنام هذا الشهر المبارك. وأول ما ينبغي أن يغتنمه بالصلاة والقيام مع الناس في المسجد، ثم قراءة القرآن والإكثار من ذلك، وفعل الخيرات من الصدقات ونحو ذلك. فلا يعني ينبغي لعاقل أن يغفل عن فضل هذا الشهر واغتنام أوقاته، وليس فقط النزول إلى الأسواق، يعني النزول إلى الأسواق شيء من الأمور التي تلهي كثيرا من الناس عن اغتنام هذا الشهر، ولكن هناك من يقضي أكثر الأوقات في النوم، هناك من يقضي أكثر الأوقات على السهر في تتبع القنوات الماجنة، هناك من يقضي أوقات هذا الشهر في اللهو الغير المباح. فهذه يعني الأمور كلها مما يلهي المسلم في اغتنام هذا الشهر وأوقاته ويعني فعل الطاعات فيه. فالعاقل من تذكر وعرف فضل هذا الشهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام أن المحروم من حرم خير هذا الشهر. هناك أناس محرومون كثر لا يعرفون الله عز وجل لا في هذا الشهر ولا في غيره، وهناك من حرم اغتنام أوقات هذا الشهر، وهناك يعني من يعني لم يحرم فقط اغتنام هذا الشهر، بل جعل هذا الشهر موسما للمعاصي والجرائم. فالكل يعني ينبغي ويجب عليه أن يعرف قدر هذا الشهر وفضله حتى يعني يغتنمه بالطاعات. جزاك الله خير يا شيخ. ناخذ اول متصلي هذه الحلقه، بسام البتول من ابد، تفضل يا بسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شهر مبارك عليك وعلى الشيخ. علينا وعليكم ان شاء الله جميعا، وعلى جميع طاقم قناه سهيل، حياكم الله جميعا. الله يحييك. شيء اسال الشيخ، يعني اذا في واحد شيء يوزع افطار للصائمين في المساجد، يعني هل يجوز ان يكتب اسم المحل على اساس الدعايات اللي يوزعها، ولا ما يجوز؟ طيب تسمع الجواب ان شاء الله. سؤال اخر. خلاص هذا السؤال الثاني. معنا شفاء الضالعي من الضالع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت عندي بعض الاسئله. اتفضل يا اختي. السؤال الاول، ما حكم نفقه الزكاه على مراه الابن واولادها؟ على مراه الابن؟ ايوه، وابنائها. السؤال الثاني، نعم. ما حكم اذا ندعي في الصلاه في صلاه الوتر
مثلا نقول اللهم اغلق اغلاق الرحمة الله عز وجل على العباد عن الظالمين. اغلق رحمتك عن الظالمين. ايوه. طيب رحمة الله. السؤال الثالث والاخير ان شاء الله، ما حكم صلاة العيد النساء في البيت جماعة؟ اذا كان في القرية يعني، مش في المدينة، ما فيش نساء، ما مساجد للنساء. ما فيش جبانة ايضا. ايش؟ يعني ما فيش خلاء هكذا او منطقة مفتوحة يخرج الناس اليها، خصوصا في القرى موجود هذا. لا لا، في لا في القرية يعني هنا عيب تخرج المرأة كذا. طيب واضح السؤال. شكرا. طيب يلا أم أسامة، من أين يا أم أسامة؟ من صنعاء. من صنعاء، تفضلي. لو سمحتي ثلاثة أسئلة. واحدة، زوجها فقير، هل يجوز أن تدفع للزكاة ذهبها؟ قالت هو يريد أن يكسي الأولاد للعيد الشري، جعلت العيد بهذا الفلوس. أيوة. السؤال الثاني، واحدة نزل دم من فمها كثير في نهار رمضان، هل يفطرها هذا؟ خرج من فمها دم. خرج من أيوة فمها من دم. دم كثير، قالت نزل دم كثير. نعم. من 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 اللثة أو؟ أيوة ما مش عارفة، قالت مش عارفة، قالت دخلت تتمضمض إذا الدم ينزل كثير، مش عارفة إيه المصدر يعني. هو الفم اللثة. السؤال الثالث يا أم أسامة. الثالثة، واحدة ظهرت من الحيض قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر، هل يتصوم تواصل صومها؟ طيب اسمعين الجواب. جزاكم الله خير. من معنا؟ معك أنيسة راشد. من؟ أنيسة راشد. أنيسة؟ أيوة راشد. أنيسة راشد، من أين يا أنيسة؟ محافظة صنعاء. من أين؟ محافظة صنعاء. صنعاء، تفضلي. لا أنا الملاحق. في تقطع في الصوت. أقول لك محافظة صنعاء. طيب ضعي سؤالك، يمكن سيتضح من خلال السؤال، تفضلي سؤالك. أول إيش هي المسابقة؟ لا ليس مسابقة، هو البرنامج، برنامج الفقه إيمان. وشكرا لك يا أنيسة. طيب شيخ نجيب على الأسئلة التي بيدي أيدينا. أول المتصلين كان بسام البتول يتحدث عن يريد أن يوزع إفطار للصائمين تمر أو شيء في المساجد، ويريد مع عمله هذا الخير أن يضع هذه الحبات من الفطور على كيس مثلا مكتوب عليه اسم المحل، محله التجاري، هل هذا يجوز؟ هذه فيما أظن والله أعلم دعاية ل خير يعني ودعاية. أيوة دعاية لمحله من أجل أن يشترى منه. وأنا أنصحك أيها الأخ الكريم أن تجعل عملك خالصا لوجه الله تعالى، فهذا العمل دخله شيء من الأمور الدنيوية، وهذا واضح أنه يريد أن يسوق تجارته بهذه الطريقة. والأصل أن تكون الطاعة خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شائبة من شوائب الدنيا. أنت تريد الأجر، تريد الثواب من الله تعالى، محص عملك لله جل وعلا، والله عز وجل سيرزقك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اجعل هذا العمل خالصا لله تعالى واترك هذه الدعاية. جزاك الله خير. شفاء الضالع من الضالع تسأل عن حكم إنفاق الزكاة على امرأة الابن وأولادها إذا كانوا فقراء. إذا كان لا يريد الأب يعني حيلة وهو إيصال الزكاة لابنه فلا مانع، لأن المرأة يعني زوجة الابن مما يجوز دفع الزكاة إليها، لكن بشرط ألا يوجد قصد الحيلة في إخراج الزكاة من الأب. قد يكون الأب يريد أن يخرج الزكاة لكن يوصلها إلى ابنه لكن بطريقة أخرى، هذه الطريقة الأخرى يعطيها للزوجة، زوجة الابن، وبالتالي هي تعطيها لزوجها. فإذا كان القصد من ذلك هذه الحيلة فلا يجوز، لأن الزكاة لا تصرف للفروع ولا إلى الأصول أو إلى يعني من تجب نفقته. الابن ولو كان مزوجا ما زالت النفقة على أبيه؟ لا يعني إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا والأب يعني ميسورا يعني يستحب أن ينفق على ابنه، لكن الزكاة لا يجوز إعطاؤها للفروع ولا إلى الأصول. الأصول الآباء، الأب وما على، ثم الفروع الابن وما نزل يعني ابن الابن وهكذا يعني. فإذا لم يكن هناك قصد التحايل على إخراج الزكاة لإعطائها للابن لا مانع، فإذا أعطاها لزوجة ابنه لا حرج،
بهذا الشرط. نعم بهذا الشرط. تسأل أيضا عن حكم الدعاء أثناء القنوت أو غيره مثلا على الظالمين بأن الله لا يرحمهم أو يغلق رحمته عليهم ونحوه. يعني هناك شخص مظلوم مثلا، هذا المظلوم وقعت عليه مظلمة من هذا الظالم، فيدعو بقدر مظلمته منه، فيدعو بقدر مظلمته. أما حجب رحمة الله تعالى عن الناس فهذا يعني من الدعاء الذي هو اعتداء، والله عز وجل يقول ولا تعتدوا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء أن تحجب الرحمة عن يعني حتى عن الكفار، الكفار قد تنالهم رحمة الله تعالى في الدنيا بأن يهديهم إلى الإسلام، فأي دعاء فيه اعتداء هذا لا يجوز. والأصل إذا كان الإنسان مظلوما أن يدعو بقدر مظلمته، فإن لم تتحقق يعني الدعوة إلا بدعاء خاص على هذا الظالم أن يأخذه الله تعالى مثلا هذا الشخص بعينه فقط، فيعني لصاحب يعني المقال يعني أو لصاحب يعني المظلمة مقال يعني، فهو يعني يقدر دعاءه وحاجته بقدرها. لكن حجب رحمة الله تعالى عن الناس لا يجوز، لأن الله عز وجل يعني قد تدرك رحمته هذا الظالم فيهتدي ويترك الظلم عن الناس، قد تدرك رحمته هذا الكافر فيهديه إلى الإسلام ويسلم ويأتي الخير على يديه، فأي دعاء فيه اعتداء غير جائز. جزاكم الله خير. تسأل أيضا عن حكم صلاة العيد للنساء في بيت من البيوت وهن مجتمعات فيه. الأصل في صلاة المرأة هو في بيتها، لكن بالنسبة لصلاة العيد يشرع للنساء والأطفال أن يصلوا مع المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر النساء حتى الحيض أن يخرجن إلى المصلى فيشهدن الصلاة مع المسلمين ويشهدن دعوة المسلمين. فإن لم يوجد هناك جبانة كما ذكرت يعني، وهي مكان واسع يجتمع فيه الناس للصلاة رجالا ونساء، إذا لم يوجد هذا فلا مانع أن تصلي المرأة في بيتها، لكن الأصل خاصة صلاة العيدين أن تصلي المرأة مع المسلمين، يعني إن صلوا في مسجد صلت معهم، إن صلوا في ساحة أو في فضاء في جبانة صلت معهم، لا تصلي في بيتها إلا عند الضرورة. سنأخذ سؤالها الثالث أم أسامة، لكن معنا أمير محمود من لحج، تفضل يا أمير. طهرت قبل الفجر، تسأل أم أسامة، طهرت قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر، هل أثر هذا على صيام؟ هذا يعني لا يؤثر هذا على الصيام، إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها قبل الفجر ثم عقدت النية على الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر فصيامها صحيح، تغتسل بعد طلوع الفجر ثم يعني تواصل صيامها وصيامها صحيح. سائل يسأل يا شيخ عن الفطرة التي تأخذها الدولة من المواطنين من الموظفين عفوا وتستقطعها، هل تسقط عنه زكاة الفطر أم يخرجها مرة أخرى؟ أولا يعني ما تأخذه الدولة هو قيمة قديمة غير المقومة الآن، هذا أمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدولة تستقطع هذه يعني الزكاة قبل وقت حلولها، وحلولها قبل العيد بيوم أو يومين، وبالتالي هي يعني قد تنفقها قبل وقت وجوبها، هذا الأمر الثاني. ولذلك أنا أرى إن يعني أن يخرج الإنسان بدلا عنها، المال الذي تقتطعه الدولة هو أقل من الواجب، هذا أولا. ثانيا تستقطعه قبل حلول الواجب وهو قبل العيد بيوم أو يومين، فأرى أنه لا تبرأ ذمة الشخص إلا بإخراج بديل عنها. جزاكم الله خير. من معنا؟ سعيد علي بالعيد. سعيد بالعيد. سعيد
سعيد علي عبد الله بالعيد. بالعيد، تفضل يا سعيد. من اين نشارك؟ من اين يا سعيد؟ من عدن. انت في برنامج الفقه يمان، هل لديك سؤال؟ برنامج هذا برنامج برنامج المسابقة اليوم، وننبه الإخوة أننا في هذه الساعات نقدم برنامج الفقه في يمن. كثير منهم يتصل ويزحم الخطوط بالاتصالات ويقتطع جزء من أوقات الذين يريدون أن يسألون. فقط برنامج هذه اليمن يبث من الساعة 11 تقريبا إلى الساعة 12 ليلا، ولا يستقبل في غير هذه الأوقات. جزاكم الله خير. من معنا؟ طيب شيخ، يعني تقديم زكاة الفطر أيضا من الآن كما ذكرت في يعني الإجابة السابقة، بداية رمضان لا تصح، لا يصح تقديم إخراج زكاة الفطر من أول الشهر. إنما جوز يعني الشرع إخراج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، والأفضل أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة. يعني بعد صلاة الفجر يخرجها الشخص وهو خارج أو ذاهب إلى صلاة العيد، فيخرج زكاته في ذلك الوقت، وهذا هو الوقت الأفضل بالنسبة لإخراج زكاة الفطر. لكن لو أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا حرج، أما من أول الشهر فهذا لا تبرأ ذمة الشخص إن أخرجها في مثل هذا الوقت، وإن كان هناك رأي لكنه هذا الرأي مرجوح وليس رأيا صحيحا. وكم تقدر هذه الزكاة؟ مثلا هل تخرج صاع؟ هي زكاة الفطر هي صاع من طعام الناس، إما أرز وإما بر يعني أو تمر أو دقيق، من هذه الأمور التي هي غالب قوت الناس في هذا البلد. وأما بالنسبة للقيمة، القيمة يعني إن لم يجد الشخص من يأخذ زكاته طعاما فلا حرج أن يخرجها يعني قيمتها، ورجح ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، وذلك عندما لا يجد من يأخذ زكاته طعاما. جزاكم الله خير يا شيخ. طيب، هل الإفطار في رمضان يشترط أن يكون مثلا بالتمر أو نحوه، أم يمكن أن يقع في أو أن السنة فقط فيها؟ يعني السنة أن يفطر الشخص على رطبات، على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد حسوات من ماء كما في الحديث، ويكون بذلك يعني أفطر على سنته. جزاكم الله خير. معنا حسن الكميم، تفضل يا حسن. من أين؟ حسن الكميت من المحويت، تفضل. مرحبا، حياك الله. اهلا وسهلا فيك. نشتي مثلا الزكاة كامل، الزكاة على النفس مثلا، زكاة النفس يعني قصدك؟ أيوة. زكاة الفطر. أيوة زكاة الفطر كنا نتحدث الان عنها، هل سمعت الجواب الشيخ؟ لا والله انا معك على الخط مركز. ما هل لديك سؤال اخر؟ طيب، وهل تجوز على يعني اذا الشخص فقير ما معه ولا شيء ما يملك الا قوت يوم، هل تجوز على النفس مطلوبه؟ هل تجب على الفقير يعني؟ ايوه اللي ما حالته ولا قوت يوم. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. يعني ربما نحن أشرنا إلى يعني كم زكاة الفطر. زكاة الفطر نعيد للأخ لعله لم يسمع الإجابة السابقة، وهي صاع. الصاع هذا يقدر اليوم، صاع النبي عليه الصلاة والسلام يقدر باثنين كيلو وربع، أو احتياطا اثنين كيلو ونصف، أن يخرج اثنين كيلو ونصف احتياطا. إن أخرج اثنين كيلو وربع يعني لا حرج، لكن من باب الاحتياط يخرج 2 كيلو ونصف من الأرز، من البر، من الدقيق، من التمر، فأي نوع من هذه الأنواع يجزئ أن يخرجه زكاة البدن. طيب، في سؤالي الآخر، في سؤالي الآخر، نعم، هل يجب حتى على الفقير؟ الفقير نعم، زكاة الفطر تجب على كل مسلمين، حر ذكر والعبد أيضا والصغير والكبير، حتى استحب العلماء إخراجها عن الجنين. والفقير
إن وجد زيادة على كفاية يومه، على زيادة على قوت يومه، إن كان عنده قوت يومه وعنده فضلة زيادة على القوت وجب عليه أن يخرج. أما إذا لم يوجد إلا قوت اليوم فقط فحفظ النفس مقدما على حفظ الآخرين. يعني إذا تزاحم حفظ نفسين مثلا، نفسك ونفس شخص آخر، فتقدم نفسك. والآن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. فإن وجد كفاية زيادة على قوت يومه وجب عليه إخراج الزكاة. نعم. ماجد الضبيبي من صنعاء، تفضل يا ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ حياك الله، تفضل. بس أنا الشيخ. شيخ معك، تفضل. أن هذا الحديث صحيح الذي يقول لا تزال الطائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقال في رواية هذا هم جند مصر. وقال إيش؟ هم جند مصر. يعني هذا سر علي جمعة سلم يقول أن الحديث هكذا. تقصد هذا الحديث أم حديث خير أجناد الأرض؟ يمكن هو ذكر الحديث بهذه الصيغة، يقول أنهم يعني إحنا نعرف أنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، لكن هو ذكر قال لمقدسهم جند مصر. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. سؤال آخر عندك؟ شكرا يا ماجد. مع السلامة. من معنا؟ خالد جابر. من أين يا خالد؟ من دمار. من دمار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شهر مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. ما بالله حبينا نسأل. تفضل الشيخ معك. زارت حين يأذن وعاد إحنا زارت حين نتسحر وهذا يعني، ولا نشرب وهو بيأذن. هو يجوز يعني ولا قدو يعتبر يعني يفطر واحد. طيب، تسمع الجواب. في سؤال آخر يا خالد؟ شكرا معنا الثاني. شكرا. يا ما شاء. ماجد الضبيبي من صنعاء، يعني سمع أحد العلماء ربما من أبناء مصر ذكر بأنه جمعة يسأل عن أو يتحدث في حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من خذلهم، وقال هم جند مصر. ما أدري هل يعني تقبل الحديث أم الحديث الأول حديث مشهور ومعروف، لكن الزيادة هذه هم جند مصر أنا لم أطلع عليها ولا أعلم. ورد كما ذكر أيضا السائل أنهم في يعني بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وهذه من العلماء من يحسنها ومنهم من يضعفها هذه الزيادة حتى هذه الزيادة. لكن جند مصر هذا أو يعني لم أسمع بهذه الزيادة. نعم. خير أجناد الأرض هذه لعمر بن العاص أم حديث؟ يعني لا أعلم يعني. خالد جابر من دمار يعني يسأل عن أن البعض يأكل ويشرب أحيانا مع الأذان، وهذه طبعا تحصل كثيرا ومع كثير من الناس. إن كان أكل أو شرب قصدا بعد أن سمع الأذان فلا يصح صومه، ويجب عليه أن يعني أن يقضي هذا اليوم. وإن كان وهو يأكل ويشرب سمع الأذان فيتوقف عن الأكل مباشرة ويتم الشرب، إذا كان الإناء في يده وهو يشرب فسمع الأذان يتم الشرب. لكن بالنسبة للأكل يتوقف مباشرة إذا سمع الأذان. أما بعض الناس يهرع إلى يعني الأكل إلى الشرب وهو مع سماع الأذان، لا، هذا لا يجوز. إنما أنت قد هرعت إلى الماء قبل أن تسمع الأذان، ثم لما رفعت الإناء إلى فمك سمعت الأذان، أكمل. هذا بالنسبة للماء. أما بالنسبة للأكل فلا يجوز أن يهرع الإنسان إلى الأكل بعد أن يسمع الأذان، لأنه لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. إذا تحقق الفجر أذن المؤذنون، وبالتالي قد طلع الصبح والضوء كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وبإجماع المسلمين أنه لا يجوز للمؤذن أن يؤذن الأذان الثاني إلا بعد أن يتبين الفجر. فإذا تبين الفجر معنى ذلك وجب الإمساك عن الطعام والشراب وحرم الأكل والشرب في هذا الوقت للصائم.
جزاك الله خير. معنا جمال قصيلة من الرياض، تفضل يا جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا السلام على الدكتور عبد الرحمن الخميسي، حياكم الله أهلا وسهلا، وأحبه في الله حبا جما، حبك الذي أحبتني فيه. فأقول زكاة الفطر يا دكتور عبد الرحمن هي صاع وما أدري إيش وتمر وشعير، لكنني أخرجها كل عام عبارة عن فلوس. فما هو الأصح والأصوب؟ عسى الله ينفعنا وإياك المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله، الله يبارك فيك. تسمع تسمع الجواب إن شاء الله. شهاب، من أين يا شهاب؟ تفضل يا شهاب، من أين؟ من لحج، تفضل يا شهاب. مع حكم إفطار مريض السكر في شهر رمضان. إفطار مريض السكر. ها؟ مريض السكر في رمضان إفطاره يعني. طيب تسمع الجواب، عندك سؤال آخر؟ لا. شكرا لك. شكرا. سنجيب على السؤالين ثم نخرج إلى فاصل سريعا. جمال قصيلة من الرياض كان يسأل أنه في كل الأعوام الماضية كان يخرجها من الأموال، يخرج زكاة الفطر نقودا، ويسأل أيهما الأفضل، هل يخرجها صاع يعني من البر والدقيق؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذا، الجمهور على أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا طعاما، لأنهم وبرروا ذلك أن النقود كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأمر بإخراجها نقودا، كانت الدراهم والدنانير موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، لكنه حث على إخراج الزكاة طعاما. فهذا رأي الجمهور. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه لا مانع من ذلك، والرأي الراجح والله أعلم في هذا أن المخرج للزكاة ينظر مصلحة الفقير، بعضهم يرى هل مصلحة الفقير أن يأخذها فلوسا أم يأخذها طعاما، وهناك من يقول لا، بل انظر من لم يأخذ الطعام، إذا لم تجد من يأخذ زكاتك طعاما بحيث أنك أخرجتها طعاما ثم حاولت أن تبحث من يجدها من يأخذها فلم تجد، فحينئذ لا مانع أن تخرجها نقودا، وهذا والله أعلم هو الأقرب إلى الصواب. ومع ذلك لو أخرجها نقودا إن شاء الله، يعني هناك من أفتى بهذا في من العلماء اليوم، من يفتي بهذا ومن أفتى من قبل، ونرجو أن تجزئ فيما أخرجها من العوام الماضية، لكن الآن إن رأى أن هذا الأقرب إلى الصواب أنه يبحث عن من يأخذها طعاما، إن لم يجد أخرجها نقودا لا مانع. جزاكم الله خير. كان قبل أن نخرج إلى الفاصل نأخذ شهاب من لحج، يعني يسأل عن حكم إفطار مريض السكر في رمضان. مريض السكر أو مرضى السكر عموما يختلفون في درجات إصابتهم بهذا المرض، فهناك مريض بالسكر في مراحل الأولى يستطيع أن يصوم، ورأينا أمراض للسكر كثر يصومون ولا عندهم أي إشكال في هذا، لكن هناك مرضى تطور به المرض واشتد به المرض بحيث أنه لا يستطيع أن يعني يتأخر عن الطعام أو عن الماء، وإذا كما سمعنا بالأمس المرأة التي تحكي عن والدها أن حلقه يتشقق إذا لم يشرب ماء، فإذا وصلت الحالة بمريض السكر إلى هذه الحالة المتطورة بأنه لا يستطيع أن يمتنع عن الطعام ولا عن الشراب في نهاره، فحينئذ يكون مرضه مرضا مزمنا، وبالتالي يخرج عن كل يوم فدية، عن كل يوم لا يجب عليه الصوم، إنما يجب عليه الفدية، وهذه الفدية طعام مسكين نصف صاع أو مقدار كيلو ونصف كل يوم يخرجه إلى يعني المسكين. فهذا المريض ينظر في حاله هل يستطيع أن يصوم، فإن كان يستطيع أن يصوم نقول له وجب عليك الصوم، إن لم يستطع أن يصوم مثلا في رمضان الذي يصادف أيام الصيف مثلا نقول له هل تستطيع أن تقضي في الشتاء، فإن كان يستطيع قيل له
افطر في هذه الأيام التي صادفت أيام الصيف، ثم اقضي في أيام الشتاء. إن لم يستطع لا في أيام الصيف ولا في أيام الشتاء يقال له أنت مريض مرض مزمن، وبالتالي لا حرج عليك في الإفطار باستمرار، وأن تخرج فدية عن كل يوم طعام مسكين. جزاكم الله خير. مشاهدين الكرام، نخرج وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود ونستقبل أسئلتكم واتصالاتكم عبر أرقام البرنامج معنا. الفطر يا ما الفطر يا ما. أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام، حياكم الله في هذا البرنامج الذي يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الخميسي، عضو هيئة علماء اليمن وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء. نؤكد أننا نستقبل الاتصالات عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا. ومعنا على الخط سعاد من إبت، فضل يا سعاد. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت عندي سؤالين. أيوة الشيخ، معاك تفضلي. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من الصدقة؟ هذا السؤال الأول. نهى عن الأكل من مال الصدقة. من مال الصدقة. السؤال الثاني. أنت من؟ أيوة. من يعني من يسمونهم أو من ينتسب إلى آل بيت رسول الله أو؟ لا لا. عموما يعني. أيوة عموما. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز المرأة أن تزكي على ذهبها يعني من مال زوجها، يعني يطرح عندها مصروف البيت؟ فهي تخرج الزكاة من مال المصروف من غير أن يعني تخل بميزانية البيت أو يعني يكون في نقص. بإذنه ولا بدون إذنه؟ يعني بدون إذنه، من مال الصرف اللي طرحها عنده، لأنه يعني لو تكلمه يرفض مع أنه مقتدر. لو كلمته يرفض مع أنه مقتدر، يقول ما له دخل يعني. طيب تسمعين الجواب. يلا شكرا. من معنا؟ توفيق من دمار. أنا تذكرت أستاذ مختار في سؤال المرأة سابقة، هل يجوز إخراج زكاتها زكاة يعني مالها لزوجها؟ هذا فاتنا صحيح. فاتنا. نعم. يعني. نعم. نعرج على الإجابة على هذا السؤال ثم نجيب على. نعم. أظنها سائلة. نعم. سألت هل يجوز أن تخرج المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير؟ نعم. أنا أقول نعم، لا مانع أن تخرج المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير إذا كان زوجها فقيرا من الأصناف الثمانية، فلا حرج أن تخرج زكاة مالها إلى زوجها، ولها في ذلك أجران. وقد جاءت امرأة عبد الله بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله عن هذا الحكم، قال نعم ولك أجران، ولك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة، أنها أقرب الناس إلى المرأة زوجها، فهي تصله ثم أيضا تواسيه، ثم هي أيضا صدقة وأجرها وثوابها يعني كغيرها من يعني الصدقات. جزاكم الله خير. توفيق من دمار كان يسأل إذا يعني صحى أحدهم وهو جنب يعني هل يغتسل ويواصل صومه أم يؤثر على صومه؟ لا يؤثر. إذا احتلم، إما أن يكون احتلم في الليل ثم أدركه الفجر وهو جنب فيغتسل ويواصل صومه وصومه صحيح، أو احتلم في النهار بعد أن يعني شرع في الصيام فصومه كذلك صحيح، يغتسل وصومه صحيح ولا شيء في ذلك. نعم. سعاد من إب تسأل هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل من مال الصدقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى آل بيته أن يأكلوا من الصدقة، وقال إنها أوساخ الناس. أما علمت؟ قال الحسن ابن بنته حسن بن علي رضي الله تعالى عنه، قال له أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة كخ كخ، فنهره أن يأخذ تمرة من الطريق لعلها أن تكون من الصدقة. فالذين نهوا عن الأكل من الصدقة هم آل البيت، يعني آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل يعني وآل العباس، هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة. وأما سائر الناس
لو حرمنا الصدقة على سائر الناس معنى ذلك أن الإنسان لا يخرج زكاته لأي أحد، فالناس جميعا تحرم عليهم الصدقة. لا، فهؤلاء المقصود بهم فقط هم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني سنأخذه بعد سارة أحمد من تعز. تفضلي يا سارة. أيوة سارة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس شي سأل الشيخ على يعني أنا من دي خالي في عايش في دولة أوروبية في النرويج. اسمه عندهم الصيام يصوموا 21 ساعة ويفطروا يمكن 3 ساعات. فمش عارفين يعني ما عندهم هناك شيخ قريب منهم إنه يبدو منه أو شيء زي كذا، فهل بإمكانكم يعني تحددوا لنا كيف يعني عشان الصيام؟ طيب تسمعين الجواب يا سارة. يلا شكرا. شكرا. كان معنا أيضا سعاد من إب تسأل عن هذا يعني الأكل من مال الصدقة. هل المقصود ربما إذا ورد النهي مثلا في هذا أو حتى العلماء لم يجوزوا هذا، المقصود أكل من مال الصدقة إذا كان الإنسان مستأمنا على مال الصدقة أو شخص يجمع أموال الصدقة فيأكل من مالها؟ قد يكون ما يعني سؤالها حول هذا، ربما أيضا هذا أنه شخص مؤتمن كبعض العقال مثلا الذين يجمعون الزكوات مثلا وتجمع عندهم الزكوات، هل له أن يأخذ منها أو يكون هذا من العاملين ما تعطيه الدولة من يعني هذا المال من الصدقة؟ فلا مانع من ذلك لأنه يعتبر أحد العاملين عليها. أما يعني ما فهمت أنا أن هل تحل له الشخص أن يأكل من الصدقة، فأجبنا على هذا السؤال. نعم. تسأل أيضا هل يجوز للمرأة أن تزكي عن ذهبها من مال زوجها نقودا من المبالغ التي يضعها الزوج عنده لنفقة البيت وتحاول تقتصد ولا تخل بنفقة البيت، لكن هي تعلم أن زوجها لا يأذن لها بذلك؟ إذا كانت الصورة على أنه مقتدر طبعا. نعم، على هذا النحو الزوج مقتدر وهي لا تخل بنفقة البيت، فقد يعني ورد في بعض الأحاديث أن المرأة إذا تصدقت من مال زوجها فالأجر بينهما، ومعنى ذلك أنها تتصدق من غير علمه، فلا مانع في هذه الصورة إن كانت المرأة من غير سرقة مثلا، هي لا تسرق، هو يعطيها المال في يدها وهي توفر منه، ثم هي بحكمتها وحصافتها ومعرفتها يعني طرق النفقة في البيت وكذا اقتصدت، أو يعني هناك فائض يعني لا تقتر بشرط أنها لا تقتر في النفقة على البيت وعلى أسرتها وأولادها مثلا، وأن لا يكون سرقة تأخذ من مال زوجها خفية يعني من جيبه من حقيبته يعني من المال الذي لم يستأمنها عليه، هو ماله احتفظ به في يعني أشياء خاصة به كحقيبة مثلا أو صندوق أو نحو ذلك، فلم تمتد يدها إلى هذا المال، وإنما المال الذي أعطاها كنفقة في البيت وهي بمعرفتها استطاعت أن توفر من هذا المال، لا حرج أن تخرج زكاة مالها زكاة ذهبها أو مالها عموما من هذا المال الذي أعطاها زوجها. نعم. جزاكم الله خير. أم ماريا من عمران، تفضل يا أم ماريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشي نسأل الشيخ مثلا إذا فطرنا قبل أذان المغرب 5 دقائق هل يجوز إن إحنا سمعت إنه يجوز إن إحنا نواصل الصيام وما نقضيه؟ إذا ماذا؟ إذا جاءتنا مثلا أفطرتم قبل الأذان ب5 دقائق يمكن بما يخص العادة والحيض صح؟ أيوة. وضح سؤالك يا أم ريان. أم ماريا في سؤال آخر؟ لا شكرا. نهى من حضرموت. أيوة يا نهى تفضلي. ممكن أسأل سؤال؟ الشيخ معاكي تفضل. ما حكم من أفطر في رمضان بسبب صدمة صدر يعني إصابته صدر عنده كمس؟ عفوا لو ترفعي صوتك. من أفطر في رمضان لأي سبب؟ عنده كمس في الصدر. سبب ماذا؟ عنده كمسة يعني
انتماع في الصدر. الصوت منخفض، لو ترفع صوتك في مصطلح يمكن ما فهمنا. بسبب ضيق النفس. ضيق النفس. ايوه. اسأل سؤال ثاني. ضيق النفس افطر بماذا اختي نهى؟ بالبخاخ. بالبخاخ ام بشرب الماء والاكل؟ لا بالماء بس. بالماء. طيب تسمعين الجواب. سؤال اخر. ما حكم التسجير بالموت؟ حكم ماذا؟ التسجير بالموت. ما سمعنا. التسجير. التسجير. التكبير. بالموت. التسجير بالموس. اه ايش التسجير؟ اه التسجير، التشجير، تشجير الحواجب. الحواجب. ايوه ايوه ايوه. بس شكرا. شكرا ان شاء الله. طيب سارة احمد من تعز كان تسأل عن احد اقربائها يعيش في النرويج وفي في دولة اوروبية في النرويج، وعندهم تقول الصيام 21 ساعة. نعم. ويفطروا 3 ساعات فقط. أعانهم الأوقات هذه كلها. نعم أعانهم والله، ما دام هناك ليل ونهار فيجب عليهم أن يصوموا، ولو طال النهار ويفطر. نعم ولو طال النهار، ولو طال النهار ما دام في غروب شمس وفيه يعني ليل وفي نهار فوجب عليهم أن يصوموا ولو طال النهار. نعم. وإنما هناك مناطق وهذه معروفة تغيب الشمس عنها 6 أشهر، ومناطق يعني تظل الشمس فيها 6 أشهر، فهذه يقدر الناس فيها الأوقات تقديرا، يعني كم أقرب بلد إليهم كم يصومون مثلا 18 ساعة 17 ساعة، فيصومون 17 ساعة مثلا قياسا على أقرب بلد، فهذا في البلدان التي فيها النهار يعني متواصل 6 أشهر أو أقل من ذلك والليل كذلك. أما البلدان التي فيها ليل ونهار لكن النهار يطول فالله يعينهم ويصومون وأجرهم على قدر مشقتهم. ومع ذلك إن كان مريضا أو لديه عذر أو يشق عليه بشكل أصحاب كبير الأعذار لهم أحكامهم. لهم أحكامهم. نعم. نعم. أم ماريا من عمران تسأل إذا يعني قبل أذان الفجر المغرب ب5 دقائق أتتها عادتها مثلا، هل تفطر أم تصوم؟ نعم. إذا كانت هذه 5 دقائق تدخل في الاحتياط، يعني هناك في الحقيقة ونقولها في صنعاء وفي بعض المناطق يحتاطون للمغرب فيؤخرون بعد دخول الوقت ب5 دقائق أو 6 دقائق، فإن كان هذا يعني نزول الدم في هذا الوقت الذي هو وقت الاحتياط فأنا أقول صومك صحيح ولا قضاء عليك، وإن كانت نزلت الدورة قبل هذا الوقت قبل غروب الشمس فعلا فنسأل الله عز وجل أن يثيبك، أنت أجرك حاصل وثوابك يعني ثابت على الله عز وجل بقدر الإخلاص، ولكن يجب عليك أن تقضي يوما مكانه. جزاك الله خير. ناخذ توفيق صالح من دمار ثم نعود الى نهى. توفيق تفضل. الو تفضل يا توفيق، ضع سؤالك اسمعني من اخي العزيز. يا اخي هل زكاة الفطر يعني تكون خرجها واحد يعني حب او لا يعني تكون فلوس؟ نحن اظن اننا اجبنا على هذا السؤال اليوم يعني قبل سؤالين او 5 أسئلة من هذا. هل لديك سؤال اخر يا توفيق؟ طيب من معنا؟ بشرى علي من صنعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا بشرى. لدينا فلوس مليون. نعم. لا يجوز التسجيل لها. هل يعني سؤالك هل على المليون زكاة؟ ايوه. سؤال اخر؟ ماشي. شكرا يا بشرى. طيب نهى من حضرموت كانت تسأل عن حكم من افطر في رمضان لانه مريض بضيق النفس افطر بالماء ونحوه. اذا كان مضطرا الى الافطار الذي عنده ضيق النفس وهو مضطر الى الافطار فهو مريض، الله عز وجل يعني عطاه فسحة في هذا
أن يفطر ويقضي من عدة أخر يعني. وأما إذا كان قصد أنه هذا المريض عنده ضيق نفس وهو ربو ويستخدم البخاخ، فهذا البخاخ أجازه العلماء عند الضرورة ولا يفطر، ولا يفطر هذا البخاخ، يستخدمه إذا اضطر إلى ذلك واحتاج لا حرج في ذلك، ويتم صومه ويعني لا يفطر مثل هذا. نعم. أما إذا كان مريض يفطر ويقضي. وأما إذا كان ضيق نفس ولا يستخدم هذا يعني الملطف الذي هو خاص بالربو، وإنما اضطر إلى شرب ماء، فهو يقضي بعد رمضان مكان هذا اليوم الذي أفطره. تسأل أيضا نهى عن حكم تشجير الحواجب بالموس. تشجير أو تشقير الحواجب إذا كان مراد بالموس، وهو قص الحواجب أو حلقة، هذا لا يجوز وهو محرم ويدخل في النمص، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة. وسواء أزالت الحواجب نهائيا بالموس مثلا، أو رققت الحواجب بالموس مثلا، أخذت من الجوانب بالموس، أو أخذت بالمقص بحيث أنها رققت كذلك الحواجب، فكل ذلك يدخل في النمص. ولكن هناك قضية الذي فهمت وهي تشقير الحواجب بلون بالموس لا أو بلون بلون نعم بلون لا مشابه حرج للون البشرة، مشابه للون البشرة هذا، فلا حرج في هذا، وتستخدمه المرأة ولا شيء عليها في هذا. نعم. جزاكم الله خير. توفيق صالح من دمار كان سؤاله المتكرر، هل زكاة الفطر تخرج حب أم فلوس؟ ممكن يعني ممكن سريعا قلنا أنه الواجب أن يخرجها طعاما، فإذا لم يجد من يأخذ زكاته طعاما فلا حرج أن يخرجها نقودا. بشرى علي من صنعاء سألت يعني أن لديها ربما مليون ريال في البنك، هل عليها زكاة؟ نعم، على المليون زكاة، وقدر هذه الزكاة 25,000 ريال. طبعا إذا حال عليها الحول طبعا. وإذا حال الحول لا شك، يعني إذا حال الحول على المليون فهذه زكاته. جزاكم الله خير. من معنا؟ طيب شيخ أيضا سائل يسأل عن امرأته تستخدم حبوب لتأخير الدورة حتى تتمكن من صيام رمضان، هل هذا جائز؟ المرأة التي تستخدم الحبوب لتأخير الدورة حتى يعني يمكنها ذلك من الصيام دون إفطار، هذا يعني لا حرج فيه، وهو من نوع من الأدوية ويعني المباحة، ولكن إذا ترتب على ذلك ضرر عليها هي تسأل في هذا المختصين هم الأطباء، إن قال الأطباء أنه لا ضرر عليها باستخدامها هذه الحبوب، لأن بعضهن تستخدم هذه الحبوب فتضطرب عليها الدورة، وبالتالي يعني بدل أن تنزل الدورة في 6 أيام أو 7 أيام قد تنزل في أكثر من هذا. فالمرأة التي تضطرب عليها الدورة إذا استخدمت الحبوب التي تؤخر الدورة أو يعني قد تضرها في يعني شيء آخر، هذا لا يجوز أن تستخدمها. وأما إذا لم يترتب على استخدام الحبوب هذه أي مضرة عليها لا مانع وتستخدمها وتصوم يعني كسائر الناس. جزاك الله خير. أم البراء من ذمار. مع شيخ بوحدة فكت عملية قلب وتورجتها وتشتي الحين تغتسل، كيف تسوي؟ ما يصلحش تغتسل، يعني ممكن اغتسالها يؤثر على العملية؟ لأني عادي فكتها الآن قريب. طيب سؤال آخر يا أم البراء. شكرا، بس قل لنا كيف تسوي. طيب سنجيب لي على السؤال. الخضر علي من عدن. وعليكم السلام، تفضل يا الخضر. يا اخي انا وفرت قليل مال من شغالي، انا خاص مش تجاره تمام، بعدين حامل عليه الحول واشتي اخرج منه زكاه كامله.
طيب نقول لك كم النساء كم يخرج مالا؟ بعدين معي بنتي مزوجة مع واحد، هل هتلي يعطيها؟ هي فقيرة؟ بضاعها مساكن بضاعها ماشي عندهم. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. ماشي انا اخبر سلم التلفون. ما فيش كهرباء ولا ايش؟ لا التلفون التلفزيون مضبوط عليه. طيب نقدم اجابتك معلش يا الخضر. يعني يسال على ان لديه مال، هذا المال حال عليه الحول ويريد ان يخرج زكاته، كم زكاة المال؟ يعني نصاب المال ما يساوي او يعادل 85 جرام ذهبا. فاذا كان عنده ما يعادل 85 جرام، انظر اخي الكريم، يعني تقريبا هذه الايام 700 الف تقريبا، هذا يعني 85 جرام يضربها في سعر الجرام اليوم يعني 9000 او كذا او 10 او 8000، والمحصله النتيجه هي النصاب. فاذا كان عندك نصاب يساوي مقداره او يعني 85 جرام او واكثر واكثر من ذلك، فتخرج فيه 2.5%. 2.5% يعني في المئة ألف 2500، في المليون 25 ألف. المليون 25. نعم نعم. وأما إخراجها للبنت فلا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يخرج زكاة ماله لفروعه ولا لأصوله. الأصول هو الأب فما علا، والفرع هم الأبناء والنزلوا، فلا يجوز إخراجها للفروع ولا إلى الأصول. لكن تعطيها لزوج ابنتك. إذا كان زوج ابنتك فقيرا أو من الثمانية الأصناف فلا حرج أن تعطيها لزوج ابنتك. نعم. واضح أخي الخضر؟ تمام واضح الآن. شكرا لك. يلا. من معنا؟ أم البراء من ذمار، كانت سألت عن إحدى قريباتها ربما عملت عملية فك قلب أو القلب المفتوح، ولها أيام منذ أن عملت العملية وأتتها الدورة، هل تغتسل ثم انطهرت أو انتهت، هل تغتسل وتخاف أن تؤثر عليها؟ نعم، هذه المرأة تتيمم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم يجب عند يعني فقد الماء أو عند وجود الماء لكن عدم القدرة على استعماله، وهذه المرأة ليست عندها القدرة على استعمال الماء، والمريض قد يكون المرض مثلا شخص محروق يعني عنده إصابات في جلده مثلا ونحو ذلك، فهذه المرأة تتيمم إذا طهرت من الحيض والنفاس أو يعني احتلمت أو كانت جنبا، فهي لا تستطيع أن تغتسل ولكنها تتيمم، تتيمم وتصلي وتقرأ القرآن وتصوم ويأتيها زوجها، فإذا قدرت على استخدام الماء وجب عليها أن تستخدم الماء. آخر سؤال كان يسأل أحد الإخوة، إن امرأة خرجت من بيتها من غير إذن زوجها، اتصايحت هي وزوجها ولم يأذن لها بالخروج لكنها خرجت بيت أهلها، هل تجب عليها النفقة؟ التي خرجت بسبب يعني خصام ينظر هل الزوج أخرجها، إن كان الزوج أخرجها من البيت فإنه يجب لها النفقة، إن كانت خرجت هي من غير طاعة زوجها بغير إذن زوجها وكان الحق مع الزوج ينظر أيضا، قد يكون الحق معها، قد لا تستطيع البقاء في بيت زوجها، قد يعتدي عليها بالضرب بالأذى، فهي تريد أن تنجو بنفسها والحق معها، نعم يجب عليه النفقة لها، يجب لها نفقة على زوجها، وهذا إنما يتضح بلجنة تحكيم من يعني جهة الزوج ومن جهة الزوجة حتى يعرف الحق مع من، مع الزوج أو مع يعني الزوجة، فإذا اتضح أن الحق مع الزوجة وإن خرجت بغير إذن زوجها فإنه يجب لها النفقة على زوجها. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم. مشاهدين الكرام، في نهاية هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل للشيخ الدكتور عبد الرحمن الخميسي عضو هيئة علماء اليمن وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة صنعاء الذي تفضل بالإجابة على كل هذه الأسئلة، جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. أشكر أيضا الإخوة الذين تواصلوا معنا عبر أرقام البرنامج، لكم منا كل الشكر. نعتذر للإخوة الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم، نؤكد وننوه على أن ربما الأرقام متداخلة لكن برنامج هذه اليمن يأتي في وقت متأخر من الليل ويستقبل الاتصالات في ذلك الوقت فقط،
فنرجو أن لا تتكرر الاتصالات حول هذا الموضوع. لكم منا كل التحية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقه يا ما الفقه يا مان.